بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أطباء زملاء الكلى المصرية وطبعا دكاترة الكلى عموما، لأن المحاضرة تبقى إن شاء الله مسجلة على اليوتيوب. النهاردة تكملة للحلقات المسجلة في الإلكترولايتس والأسيد بيز ديستربنس، بيسعدني طبعا وجود أخويا الفاضل الدكتور عماد مجدي مدرس أمراض الكلى بطب المنصورة، هيكلم على المغنيسيوم. والنهاردة مش هيكلم على الهايبر ماجنيزيميا، ده هو هيكلم على الهايبو ماجنيزيميا، لانه احنا اوير بالصوديوم والبوتاسيوم، ويمكن زي ما بدانا الحلقه اللي فاتت بالفوسفورس، علشان ننوه ان احنا كدكاتره كلى المفروض نبقى اوير بكل الالكترولايتس اوردرز، ويجي على يعني واحد من المهمين جدا هو الهايبو ماجنيزيميا، وده اللي هيوضحه الدكتور عماد خلال المحاضره، وان شاء الله تبقى محاضره موفقه جدا. دكتور عماد اتفضل. السلام عليكم دكتور حسين، السلام عليكم كل الزملاء الأعزاء. أستاذي العزيز، بشكر حضرتك جدا أن أنا أبقى موجود مع الزملاء عشان نقول التوك ده. الموضوع بتاعنا النهاردة زي ما دكتور حسين قال هو ضمن الكونتكست بتاع الإلكترولايت ديستربنسز وعلاقتها بالرينال ديزيزز. عندي النهاردة المغنيسيوم اللي كما يقال عنه ذا فورجوتن إلكترولايت. إن شاء الله الأجندة بتاعتي النهاردة هنتكلم في الثلاث نقط دول. أكيد لازم نبدأ بالماجنيسيوم هوميستيزيس، ودايما أنا أحب إن احنا نربط أي فيسيولوجيكال داتا بناخدها بالكلينيكال امبليكيشن في البراكتس بتاعنا. النقطة الثانية هنتكلم عن الهايبوماجنيزيميا كيوجوال، هنشوف إيه الإيتيولوجي والكلينيكال برزنتيشن بتاعها، أبروتش تو مانجمنت دايجنوز أند تريتمنت، وفي الآخر هيبقى عندنا سيكتور مهم قوي ماجنيسيوم وعلاقته بفعينين الكرونيك كيدني ديزيز وبعض الابحاث اللي منشوره في الليتريتشر على موضوع واهميه المغنيسيوم. لو بناخد الحاجات اللي ليها كلينيكال امبليكيشن في المغنيسيوم هوموستيزيس، اول معلومه مهمه بالنسبه لي ان احنا عندنا تقريبا كل المغنيسيوم انتراسيلولر، مش موجود بشكل اكسترا سيلولر اللي هو بنقيسه. فانا عندي 50% من المغنيسيوم الستورد في البون و50% منه في الانتراسيلولر سبيس. المغنيسيوم is the second most common intracellular cation next to potassium in the body. حتى remaining 1% لو افترضنا، يعني عندي فيهم من 20-30% bound to albumin، 10% complexed with anions، و 70% unbound biologically active magnesium، وهو الجزء 70% ده هو اللي احنا بنقيسه في التحليل. فعشان كده اول clinical implication في الثلاثة اللي هقولهم ان serum magnesium correlate poorly مع total body magnesium content. مهم ان احنا نقول كمان ان النورمال بلازما ماجنيسيوم كونسنتريشن احنا بنشوفه في التحليل، او احنا متعودين ان احنا في مصر نشوفه بالميلي جرام بير ديسيليتر، انما احنا لازم نخلي بالنا برضو من ورقه التحليل اللي بيجيلنا. في بعض ورق بيجي بالميلي مول وبعض الورق بالميلي ايكويفالنت، فلازم نبقى عارفين الايه الكونفرجن بتاعه. وده سمبل جوجل كونفرجن، حضرتك لو حطيت ماجنيسيوم كونفرتر لو حطيت اي قيمه من الموجودين دول هيجمع هيحسب لك كل القيم الاخرى عشان نبقى حريصين في الموضوع ده. الليفل بتاع المغنيسيوم كان بي انفلونسد بالسيرم البومين، ودي حاجه مهمه. يعني زي ما احنا كده بنبص في الكالسيوم ونعمل كوركتد كالسيوم، لازم برضو نبص على الالبومين. اللو ليفلز اوف انترا سيرم ماجنيسيوم هاف بين ديسكرايبد ان بيشنت وذ دايابيتس والكحوليزم مال ابزوربشن سندروم ديسبايت نورمال سيرم ماجنيسيوم. وطبعا الدايابيتكس دول كاتيجوري كبير من الناس. الحقيقه كل الملاحظات ديت عايزه تقول لنا انه السيرم ماجنيسيوم اللي احنا بنعتمد اللي احنا بنقيسه مش شرط يكون that sensitive and that accurate في تحديد total body magnesium. ففي overall poor correlation between serum and intracellular magnesium levels. وان الاذر ميجرمنتس اللي معروفه، في منها حاجات بتستخدم في الريسيرش بس زي السيرم فري ايونايزد ماجنيسيوم او الانتراسيلولر ماجنيسيوم كونتنت باي نيوكلير ماجنتيك ريزونانس اند فلوريسنس بروبس ار ستيل اندر انفستيجيشن، والفانكشن تيستس زي الماجنيسيوم تولرانس تيست. وديت حاجه ان احنا بندي ماجنيسيوم لود ونشوف الكيدني يتصرف فيه ازاي وتخرجه ازاي. طبعا مؤكد ان في العينين بتوع الكرونيك كيدني ديزيز محتمل نلاقي الحكايه ديت امبيرمنت، لان هم اصلا احنا عندنا مشكله في الماجنيسيوم اكسكريشن في عينين الكرونيك كيدني ديزيز. ايه الفيسيولوجيكال فانكشنز بتاعت المغنيسيوم؟ احنا عندنا انترا سيلولر فانكشن واكسترا سيلولر فانكشن. لو حضراتكم تشوفوا هتلاقوا ان اي انزيماتيك بروسيس محتاجه فوسفورس از ان انرجي سورس او اي تي بيز محتاجه ماجنيسيوم. يعني يقال انه المغنيسيوم انكريمينيتد في اكتر من 300 بروسيس ملي مسؤول عن الانرجي برودكشن. فالمغنيسيوم مهم جدا.
على الاكسترا سيلولر له علاقه بين نيوروسينابتيك ترانسميشن وله علاقه بالكاتيكولامين ريليز والكاتيكولامين موديليتور اوف كاتيكولامين كومبوننت اوف ذا فيزيولوجيكال ستريس ريسبونس. فعشان كده الابنورماليتيز بتاعه المغنيسيوم ليفل كان ريزلت ان ديستربنس ان نيرلي افري اورجان سيستم اند كان كوز بوتنشالي فيتال كومبليكيشنز من اول فنتريكولار اريزمياز كورونري ارتري فازوس سبازم سادن ديس. فده الامبليكيشن الثاني اللي انا حابب اقول عليه. ده شويه ده دايجراماتيك بريزنتيشن بسيط شويه عن ايه الافكتس او الهيلث افكتس بتاعه المغنيسيوم. انما الحكايه دي لازم نحطها ثاني جنب الكلينيكال كونتكست. هو مشكله الكلينيكال بريزنتيشن بتاع المغنيسيوم ديس اوردرز، هل هي بهذه السهوله؟ هل ان انا اقدر احدد ان هذا الكلينيكال بريزنتيشن مرتبط بالمغنيسيوم سهل؟ وهل دايما المغنيسيوم ديس اوردرز بتيجي بكلينيكال بريزنتيشنز واضحه؟ الدراسه دي يمكن قديمه شويه بس هي انفورماتيف عن المعنى اللي انا عايز اقوله. ان هم جابوا 1000 عيان وشافوا في سنتر الدكاتره يعني اكوردنج للكلينيكال بريزنتيشن بتاعهم الدكاتره طلبوا لهم سيرم مغنيسيوم ولا لا. فكان في من الـ هم عملوا لهم كلهم سيرم مغنيسيوم سواء الدكاتره طلبوا لهم او لا. كان في ان الفيزيشنز ريكويستد المغنيسيوم ليفل في 81 عيان بس من ال1000 عيان، وان المغنيسيوم ابنورماليتيز وجدت في النهايه في 546 عيان. يعني في عيانين احنا بنتكلم في اكتر من 400 عيان او 450 عيان ما كانش عندهم اي بريزنتيشن يستدعي ان الدكاتره يطلبوا سيرم مغنيسيوم، ورغم ذلك وجدنا ان في مشكله في السيرم مغنيسيوم. الحكايه ديت بتقول لي على الامبليكيشن الثاني المهم. احنا كلنا بنقابل كريتيكالي ايل بيشنتس في الاي سي يوز، سواء كانت جايين باي امرجنسي، سواء كان سيريبرو فاسكولار او جاسترونستاينال او كاردي فاسكولار او رينال. فلازم نقلل الثريشولد بتاعنا في ان احنا نبقى نسبلمنت العيانين بالمغنيسيوم، لانه البيشنت ات ريسك اوف مغنيسيوم ديفيشنسي with typical biochemical finding or clinical symptoms of hypomagnesemia should be considered for treatment even with serum magnesium within the normal range. مهم جدا. مش كل العيانين اللي محتاجين مغنيسيوم هيبقوا سيمتوماتيك، ومش كل العيانين اللي محتاجين مغنيسيوم هيبقوا السيرم مغنيسيوم بتاعهم قليل. لازم نريز الكلينيكال سسبشن. ده كان الكونسرن الثاني. هنروح بقى للكونسرن الثالث وهو الخاص بالريجوليشن بتاع المغنيسيوم هوموستاسيس. طبعا كلنا عارفين انه لو احنا بنتكلم على الفيزيولوجيكال ريجوليشن فاحنا بنتكلم تقريبا عن الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم في نطاق واحد، لانه الثلاثة الكترولايت دول اللي بيتحكم فيهم ثلاث فيزيولوجيكال ريجوليتورز مهمين، اللي هم الانتستين از ا سورس اوف ابزوربشن، والكيدني از ا سورس اوف ابزوربشن او سكريشن، والبون از ا سورس اوف ريزوربشن وفورميشن. فاحنا عارفين انه الهوميوستاسيس بتاع الثلاثة الكترولايت دول معتمد على الهارموني بتوين الثري سيستمز دول. انما المغنيسيوم الصراحه عندنا شويه ديفرنسز هنحاول نبينها. المين كنترولينج فاكتور بتاع المغنيسيوم هوموستاسيس ابير تو بي ذا جاسترونستاينال ابسوربشن اند رينال اكسكريشن. عندنا البون هنا اقل كتير من ما احنا متعودين عليه في الكالسيوم والفوسفيت ريجوليشن. ليه؟ لان الانفلوكس والايفلوكس بتاع المغنيسيوم فروم بون او انتو بون ابطا كتير من الرياكشن اللي احنا متعودين عليه في الكالسيوم والفوسفيت. فعندنا المينت كوركشنز بتاعت المغنيسيوم هتلاقي مسؤول عنها الكيدني والانتستين، وبالشكل الاكبر الكيدني، وهتلاقي البون يجي الريسبونس بتاعه بعد ويكس. وهنقول الامبليكيشن بتاعت النقطه دي ايه، عشان الامبليكيشن ده مهم جدا في فهمنا لطبيعه البرزنتيشن وفي فهمنا كمان للتريتمنت، لانه التريتمنت هنلاقي في امبليكيشنز معينه. الحكايه ان الحكايه مش هتروح على طول للبون، مش اي مغنيسيوم هديه هيروح للبون، ومش اي نقص في المغنيسيوم في السيرم البون هيقوم على طول معوضه. انا افضل ان احنا ناخد الحاجه بدايجرامز فيري سيمبل. انا لو عندي الجي اي تي تراكت معروف ان انا الابزوربشن بتاع المغنيسيوم بيبقى في الجيجنم والايليوم، وبيتحرك من الجي اي تي للبلاد ثرو باسيف ديفيوجن. المغنيسيوم از بلنتيفول ان جرين فيجيتابلز والسيريلز والجرينز، الفروتس ميتس اند فيش هاف انترميديت فاليوز. مهم جدا ان احنا نعرف انه الفود بروسيسنج والكوكينج مي ديبليت المغنيسيوم كونتنت، وده بيخلي ان احنا نتوقع ان احنا يبقى عندنا هاي برسنتج من البوبوليشن عندهم مغنيسيوم انتيكس ليس ذان ذا ديلي الاونس. اتفقنا ان هو في السمول انتستين ديبندنت على الاماونت انجستد. ومهم جدا نعرف المعلومه ديت ان ذا جات الكالسيوم اند ماجنيسيوم انتيك انفلوينس ايتش اذر.
absorption يعني الهاي كالسيوم انتيك ماي ديكريز المغنيسيوم ابزوربشن، اللو ماجنيسيوم انتيك ماي انكريز الكالسيوم ابزوربشن، يعني في سام سورت اوف كومبيتيشن على مستوى الجي اي تي. البي تي اتش ابير تو انكريز المغنيسيوم ابزوربشنز اند جلوكوكورتيكويدز ويتش ديكريز ابزوربشن اوف كالسيوم ابير تو انكريز ذا ترانسبورت اوف ماجنيسيوم، فيتامين دي انكريز ذا ماجنيسيوم ابزوربشن. لو عايزين نعمل لها ريبريزنتيشن بسيط هنقول انه الفيتامين دي في اتجاه واحد، الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم كلهم بيزود الابزوربشن بتاعهم من الانتستين، انما الجلوكوكورتيكويدز ديكريز الابزوربشن اوف كالسيوم بانكريز الترانسبورت اوف ماجنيسيوم، والبي تي اتش ابير تو انكريز الماجنيسيوم ابزوربشن. زي ما اتفقنا البون هو البرنسبال ريزرفوار اوف ماجنيسيوم، ولكن داز نوت ريدلي اكسشينج ماجنيسيوم وسيركيليتنج ماجنيسيوم ان ذا اكسترا سيلولر فلويد سبيس. نيجي بقى لاهم حاجه، الكدني الكنترول بتاعها على السيرم ماجنيسيوم هو المهم. احنا بيحصل فلتريشن للماجنيسيوم جوه الفلترت، واجين المانيبيليشن بتاع الماجنيسيوم جوه الكدني مختلف عن الكالسيوم. انه احنا عارفين ان البروكسيمال كونفيتد تيوبول هو المين سايد بتاع الابزوربشن بتاع الصوديوم كالسيوم، انما هنا لا، الوضع مختلف. عندنا السيك اسيندنج لوب اوف هنلي والديستال كونفيتد تيوبول، بس مينلي السيك اسيندنج لوب اوف هنلي. ايه طرق الترانسبورت؟ هنحتاج نقول الميكانيزمز بتاعتها عشان كل الابنورماليتيز ريليتد للهايبوماجنيزيميا اللي هي ديو تو رينال ديس اوردرز هتبقى مرتبطه بالترانسبورترز دي، فهنقولها. انما هي ببساطه شديده احنا عندنا الكيدني بتاخد المغنيسيوم ثرو ثيك اند اسيندنج لوب اوف هنلي ثرو ترانس ميمبرين ترانسبورترز اند باسيف ديفيوجن ثرو ذا باراسيلولر واي. So then the proximal convoluted tubule مش هي المين زي ما اتفقنا، مش هنتكلم عنها، هنخش على طول على السيك اسيندنج لوب اوف هنلي. عندنا حاجتين مهمين جدا، ان احنا عندنا دي باراسيلولر باسوي ثرو دي كلودين 16، وعندنا الترانس سيلولر باسوي واللي بيبقى انكريمينيتد فيه الصوديوم كلورايد بوتاسيوم شانل والبوتاسيوم شانل رومك شانل اللي في اليومينال بوردر بتاع السيك اسيندنج لوب اوف هنلي. ديبندنت على التشانلز ديت بيحصل ابزوربشن لاكتيف ابزوربشن للمغنيسيوم. في الديستال كونفوليوتد تيوبول لا، الوضع مختلف. عندنا التشانل المهمه اللي هي تي ار ام تي ار بي ام 6. على فكره تي ار بي ام 6 ديت هي نفس التشانل اللي مسؤوله عن ابزوربشن اوف ماجنيسيوم ان ذا انتستين، هي موجوده هنا كمان في الديستال كونفوليوتد تيوبول، وده اكتيف ترانسبورت. وانا حاطط لحضراتكم هنا ايه العوامل اللي بتاثر على هذه التشانل قصادها على طول عشان تبقى واضحه. احنا الهايبر ماجنيسيميا طبعا ده متوقع، الكرونيك ميتابوليك اسيدوزيس، السايكلوسبورين، التكروليماس، السايزايد دايوريتكس، كل دول بيزودوا اليوراني ماجنيسيوم لانهم بيعملوا انهبيشن لهذه الايه التشانل. لو احنا عايزين ناخد الموضوع بالشكل السيمبل خالص، او اللي انا عايزه يثبت في دماغ حضراتكم هو الريبريزنتيشن ده بعيدا عن الميكانيزمات المعقده. انا عندي من الجي اي تي للبلاد ثرو باسيف ديفيوجن، البون قلنا هننساه شويه هنا، ما عنديش هنا على عكس الكالسيوم والفوسفيت ما عنديش الكترولايتس كتير، نون هرمون نون انزيماتيك بروتينز اللي بتتحكم في الموضوع. ومهم عندي قوي انك انت تعرف ان الباسيف ديفيوجن اللي هو ثرو باراسيلولر باسوي ده ان بيبقى المهم فيه قوي الاكتيفيشن اوف كلودين 16، لان ده لو مش موجود هيبقى في الديس اوردر الاساسي الانهيرت ديس اوردر الاساسي اللي هنتكلم عليه. انما كمان اللو بلازما بوتاسيوم، الهايبر كالسيميا، الهايبر ماجنيزيميا، الميتابوليك اسيدوزيس هم اللي بيعملوا انهيبيشن للايه لهذا الباسوي، وبالتالي هيزودوا الماجنيزيوم اكسكريشن، وبالتالي هيبقوا اسباب للهايبوماجنيزيم. هنا انا حاطط لحضراتكم كل تشينج من اللي فاتوا دول، يعني ده الطريقه السيمبل، دي الطريقه السيمبل. انما هنا بقى بقول لحضراتكم كل تشينج من دول بيعطل انهي تشانل من اللي مسؤوله اللي احنا اتكلمنا عليها في السيك اسيندنج لوب اوف هنلي. فاحنا مثلا لو اتكلمنا على رومك تشانل هتلاقي ان رومك تشانل ديت بيحصل لها انهيبيشن في الهايبر كالسيميا والهايبر ماجنيسيميا والبارتر سيندروم. الصوديوم كلورايد بوتاسيوم تشانل هتلاقي ان هي بيحصل لها انهيبيشن في البارتر سيندروم وفي الفوليوم اكسبانشن والهايبالادستورنيزم. الكلودين 16 هتلاقي ان هو بيحصل له مشكله او ده انهيريتد ديس اوردر اللي هو اسمه فاميليال هايبوماجنيسيميك هايبر كالسوريك نيفروكالسينوزيس. والصوديوم كلورايد ترانسبورتر اللي موجوده بقى في الديستال كونفوليوتد تيوبول مش على هذه الرسمه هتبقى مسؤوله عن الجيتلمان
سندروم. طبعا كلنا عارفين الفروق ما بين البارتر والجيت المال سندروم، انه البارتر احنا زي ما بنقول كده زي الفروسومايد، والجيت المان زي السايزايد. احنا البارتر ده في الاسندنج لمب اوف لوب اوف هنلي، انما ده على الديستال تيوبيول، وبالتالي الكونسيكونسز بتاعته في الالكترولايت احنا متوقعين بالنسبه للكالسيوم بالذات ان السيرم ماجنيسيوم مي بي ديكريزد واليورينري اكسكريشن اوف كالسيوم انكريزد اور نورمال، انما هنا السيرم ماجنيسيوم ديكريزد واليورينري اكسكريشن اوف كالسيوم از ريديوسد، مش وبالتالي ان الفانكشنال ستادز اللي بنعملها ان احنا بنلاقي كونسنتريتنج كاباسيتي سيفيرلي امبيرد جي اف ار مي بي نورمال ديكريزنج او ديكلايننج، ولكن هنا كونسنتريتنج كاباسيتي نورمال او سلايتلي امبيرد والجي اف ار از نورمال. يبقى لو عايزين نختصر الثيرد كلينيكال امبليكيشن اللي احنا قلناه، يبقى احنا قلنا اول كلينيكال امبليكيشن ان المقياس بتاع السيرم ماغنيسيوم غير معبر. الثاني كلينيكال امبليكيشن ان احنا وي شود جيف ان كونسيدريشن للكلينيكال سسبشن، لانه العيانين ممكن يبقوا نون بريزنتد او ممكن يبقوا السيرم ماغنيسيوم بتاعهم نورمال. الامبليكيشن الثالث بقى المهم اللي انا بقول عليه كل الباصو في السيرجي اللي فات ده، ان البلازما ماجنيزيوم اسكيبت ويذ نارو ليميتس، وان الاكسترا سيرال ماجنيزيوم از ان اكوليبريم ويز ذات ان بون اند كيدني انتستين، وان كونتراست ويز اذر ايونز ماجنيزيوم از تريتد ديفرنتلي ان تو ميجر ريسبكتس. البون اللي هو البرنسيبال ريزرفوار دونت ريد لي اكسشينج ماجنيزيوم والسيركيت ماجنيزيوم ان ذا اكسترا سيرال فلويد سبيس، اند اونلي ليميتد هرمونال موديوليشن اوف يورينري ماجنيزيوم اكسكريشن اوكرز، وان الان ابيليتي تو موبيلايز ماجنيزيوم means that states of negative magnesium balance initial losses come from the extracellular space، هتيجي من الكيدني مش هتيجي من البون، وان الاكوليبريم with bone stores doesn't begin for several weeks. Also consider this in correction. ليه؟ لانه اول معلومه هقول لحضراتكم في الكوركشن انه خلي بالك ان احنا ما بنحبش نعمل sudden loading للسيروم ماغنيسيوم واحنا بنعالج العيانين اللي عندهم هايبوماغنيزيميا. ليه؟ لانه البون مش هياخد بسرعه، كل السادن لودنج ده هيترجم الى انكريزد ماجنيزيوم اكسكريشن ثرو كيدني، فده بيبقى انديزيربل افكت. فسواء انا بعوض اورال او بعوض اي في انا بعوض سلو. ليه؟ لان انا مش عايز اعمل سادن اكسبانشن للليفل بتاعه في البلد. وده اللي بيخلينا في الامبليكيشن هتلاقي بيقول لك كده ايه، يفضل انك انت تعالج العيان اورال اكتر ما تعالجه اي في. طبعا احنا عندنا هنتكلم عن المستحضرات اللي موجوده عندنا والمشاكل اللي فيها، بس هتلاقي دايما كده مكتوب انه يفضل انك تعالج اورال. ليه؟ عشان عايز اطلع بالراحه مش عايز اطلع بسرعه، وان انا ريزيرف الاي في لو انا عندي فنتريكولار اريزمياز او عندي مشكله في الاي سي جي، عندي كيو تي انترفال، عندي مشكله عايز اعالجها بسرعه، انا خايف ان في لايف ثريتنج كونديشن. انما الليفل لوحده قليل كده بدون لايف ثريتنج بروبلم، لا انا هبقى عندي حفيظه ان انا اعمله بالراحه خالص واعدله بالراحه. ده كان الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه، واعتقد الثلاثه امبليكيشنز اللي احنا قلناهم واضحين دلوقتي. نيجي بقى للهايبوماجنيزيميا، انا بصراحه شايفها بقى بعد اللي احنا قلناه ده بقى التطبيق. الهايبوماجنيزيميا از ريرلي سين ان ايزوليشن، وديت اول حاجه بتخلي في مشكله في ان احنا نحدد بالظبط الماجنيتيود اوف ذا بروبلم بتاعه الهايبوماجنيزيميا او الهايبرماجنيزيميا، لانه دايما بتيجي مع اذر الكترولايت. موست سيمبتومز ار سو تو actually be caused by secondary electrolyte abnormality. انا ممكن يبقى معايا هايبوكاليميا، ممكن يبقى معايا هايبركالسيميا او هايبوكالسيميا، والمهم عندي في السيمبتومز عشان برضه ابقى عارف الامبليكيشن الثاني، لان ساعات الاقي عيان هايبوماجنيزيميك ومش بريزنتد خالص. الريت اوف ديفلوبمنت اوف هايبوماجنيزيميا مي بي مور امبورتنت ذان ذا ابسولوت فاليو ان تيرمز اوف سيمبتومز ديفلوب. السيمبتومز هي ايه اللي احنا قلنا عليها؟ لو افتكرت حضرتك اما كنت بقول لك الانتراسيلولار فانكشنز والاكستراسيلولار فانكشنز، كل اللي ما هو له علاقه بالانرجي برودكشن وكل ما هو علاقه بالكاتيكولامين والنيورو سينابتيك ترانسميشن، فحضرتك هتلاقي طبعا النيورو ماسكولار والنيرفس سيستم والكارديو فاسكولار هم المور ايفيدنس، وطبعا الايه الاندوكراين. بس الحكايه عندنا فيري برود سبيكترم للسيمتوماتولوجي، وكمان متداخله جدا مع الاذر الكترولايت ديستربنسز. Despite occasional claim to the contrary, there are probably no specific abnormality في الاي كي جي ممكن نشوفها، بس احنا ما عندنا يعني مش ما فيش حاجه باسوجنومونيك، بس في طبعا اي سي جي تشينجز كتير موجوده. والمعلومه المهمه اللي تخص الاي سي جي ان however conditions in which hypomagnesemia is associated with increased risk of ventricular arrhythmias عند certain type of population، الناس اللي هم
في acute myocardial infarction او عندهم history of acute myocardial infarction, prolonged QT syndrome, congestive heart failure, digoxin toxicity, يعني cardiac patient are more are patients are more reliable ان هم develop ventricular arrhythmias من الهايبومغنيزيميا. واجين اند اجين ده اعتبار يتحط كويس, لان احنا زي ما قلت لحضراتكم لو تفتكروا الكلمه اللي ما كانتش واضحه قوي انا بدات اوضحها, هو ان انا لما اقول ان انا عندي هاي ريسك بوبوليشن كريتيكالي ال, حتى لو السيروم مغنيسيوم بتاعهم مش قليل او حتى لو انا مش شكلهم مش بريزنتد, لا دول انا هبقى الثري شولد بتاعي ان انا اعللهم البوتاسيوم قليل خالص, انا هبقى عندي استعداد ان انا اعللهم البوتاسيوم لان انا عارف ان دول هاي ريسك ان هم ديفلوب فنتريكولار اريزميا من البتاع. وده زي ما قلت لحضراتكم ده ان احنا بنستفيد من ما وراء النوليدج. الهايبومغنيزيميا also increase risk of atrial fibrillation post CABG and may also increase risk of atrial fibrillation in the general population. أحب العلوم المغنيزيوم. إيه الإيتيولوجي؟ لو فكرنا بالطريقة البيزك الطبيعية اللي احنا بنفكر فيها في أي إلكترولايت, إن أنا لو بقول إيه الهايبومغنيزيميا إيه سببها, ممكن يكون decrease the intake, ممكن الإنسان absorption قليل, ممكن increase the urinary losses, أو المهم قوي في المغنيزيوم الدراجز. وهتلاقوا انه الليست الدراجز اللي بتاثر على المغنيزيوم مرعبه ليه؟ لانه هي في الديلي براكتس بتاعنا, وخصوصا كمان في عينين الكيدني هنشوف ان في دراجز مهمه جدا بتاثر على المغنيزيوم ليفل. حاجه تانية ان السيلور ابتيك اوف مغنيزيوم از كوزد باي انفيوجن اوف جلوكوز اند اور ابينفرين, يعني شويه شبه البوتاسيوم في الحكايه دي. انا مش عارف يمكن بننسى احنا المعلومه دي ان هو شبه البوتاسيوم في حاجات كتير. اسباب الديكريز دي انتيك طبعا انا عاملها لحضراتكم ليستد بالميكانيزم وتستطيعوا انتوا تقروها بمنتهى السهوله, بس انا هركز على بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون في البراكتس بتاعنا بننساها. العيانين اللي عندنا على تي بي ان او على توتال بارنتال نيوتريشن والحكايه برولونجد شود بي سبلايد, والتي بي ان بريباريشنز مش كلها فيها مغنيسيوم, بل العكس الاغلب ما فيش فيه مغنيسيوم, فهتلاقي المغنيسيوم من الحاجات اللي بنضيفها على التي بي ان سوليوشنز, ولازم نخلي بالنا من الموضوع ده. بقيه الحاجات الاخرى تبدو منطقيه. الانزيمال ابزوربشن مهم قوي قوي في ان احنا اتفقنا انه الكالسيوم, خلي بالكم ان الكالسيوم بيتخانق مع المغنيسيوم على الانزيمال ابزوربشن, فالحكايه دي مهمه. البرولونجد نوزو جاستريك سكشن, المال ابزوربشن, الدياريه, طبعا الدياريه من الاسباب المهمه جدا. الاكسسيف يوز اوف لاكسيتيفز, ريسكشن اوف سمول انتستين, الفاميليال هايبومغنيزيميا والسكندري هايبوكالسيميا, ودي لو تفتكروا حضراتكم انا قلت لكم التشانل اللي هي تي ار بي ام 6 جين اللي هي موجوده في الديستال كونفوليوت تيبيول, هي نفسها اللي موجوده في الانتستين, لو حصل فيها ميوتيشن زي ما هيعمل لي مشكله هنا هيعمل لي مشكله في الانتستين. الدراجز بقى انا عايز حضراتكم تتاملوا هذه الليسته, احنا بنتكلم عن لوب دايوريتكس وسازايد دايوريتكس اللي هم الحاجات اللي احنا بنستخدمها على طول مع العيانين, الانتي بايوتكس, الامينوجلايكوزايدز, الانتي نيوبلاستيك, السيسبلاتين, طبعا كلنا عارفين ان هو من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في المالجنانسز, وطبعا الحكايه الكبيره قوي البروتون بامب انهبيتورز, ودي قصه عليها راو كبير جدا في ريسيرش, وعندي بوسبل ميكانيزمز كتيره, ديكريز انتستينال ابزوربشن اوف اتش سي ال, انكريز انتستينال سيكريشن اند لوس ان فيسز, ديكريز انتستينال تي ار بي ام 6 اكتيفيتي, ديكريز ترانسبورت فيا باراسيور باسوي. فالبروتون بامب انهبيتورز بتوقف المغنيسيوم ابزوربشن بكل السبل سواء ترانس سيلور او باراسيلور, فالافكت بتاعها مهم جدا. طبعا الاميونو سبريسيفز حدث ولا حرج, وخصوصا في عياننا اللي مثلا على اميون سبريشن عشان اوتو اميون ديس اوردر او على ترانسبلانت, طبعا السايكروسبورين, التكروليماس, الرابامايسين, فاحنا عندنا الموضوع مهم جدا بتاع الدراجز ده, لازم نعمل له ريفيو. انا اكيد مش هقول دي لانه انا قلتها خلاص في الرسمه, بس انا حبيت احطها لحضراتكم جوه تكست عشان يبقى موجود كريفرنس, انما احنا في الرسمه اللي فاتت قلناها على التشانلز كلها, الفاميليال هايبومغنيزيميا وسايبر كالسيوريا, والفاميليال هايبومغنيزيميا وسايبر كالسيوريا نيفروكالسينوز اند اوكولار مانيفيستاشن, انهيريتد ديس اوردرز ريليتد تو ديستال كونفوليوتد تيوبولز, all are again represented here by the channel and the disorder, channel and disorder. So we have the familial hypomagnesemia with hypercalcemia and nephrosclerosis, a problem in clodin 16, autosomal dominant hypocalcemia, the familial hypomagnesemia, neonatal severe hypoparathyroidism and the calcium. So all this is represented on this diagram. And this table is a very nice table for the expected serum levels of each defect or each genetic mutation
nephrocalcinosis present or not, the renal stones and the clinical characteristics. Again, a very good table as a reference for the renal problems accompanied by hypomagnesemia. Okay, inside the second mission, the approach to management. أنا دلوقتي لما هيجي لي عيان هعمل له assessment إزاي وهعالجه إزاي. ويمكن دي الحتة الواضح جدا إن هي applied، يعني مش بس هنستخدم فيها الحاجات اللي إحنا قلناها قبل كده برضو. الكلينيكال suggestion وإحنا عرفنا إزاي. في persistent unexplained symptoms and signs بتاعة الكلام اللي إحنا قلناه كله قبل كده، وهنحط زي أستريكس كده إنه خلي بالكم الناس الهاي ريسك جروبس، الدايابيتكس، الناس اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز، الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير، الناس اللي هم دول هنخلينا حساسين معاهم شويه في ان احنا ايه نحاول نعالج. وبعد كده نبدا نقيس. لازم نبقى فاهمين انه unfortunately no quick simple and accurate test is available to measure magnesium at intracellular level which were the major physiologic role of magnesium occur. يعني احنا كل الحاجات اللي احنا بنخاف منها من الكونسيكونسز بتاعه الهايبومغنيزيميا هي لها علاقه بالانتراسيلولر افكت بتاعه. وانا ما عنديش حاجه تقيس الانتراسيلولر، انا بقيس فراكشن الفراكشن. انا زي ما قلت لحضراتكم الاكستراسيلولر ده 1% منه 70% بس او 60% بس هم الان باوند، هم دول اللي انا بقيسهم، فغير معبر عن الايه عن الانتراسيلولر ايه فانكشنز بتاعه المغنيسيوم. الهايبومغنيسيميا يمكن ده مش هنكرره، بس although only free magnesium is biologically active most methods of assessing the serum content measure total magnesium concentration. The majority of patients with clinical manifestation of magnesium deficiency have hypomagnesemia. الكلام ده يعني ايه؟ يعني الحكاية مش two ways. يعني لو انا شفت عيان manifested from the hypomagnesemia غالبا هلاقي التست بتاعه طالع hypomagnesemia. انما لو العيان مش manifested مش شرط ان هو يكون normal او hypomagnesemic. عندنا بقى سيروجيت للدايركت انتراسيلولار ماجنيسيوم ان انا الميجرمنت اوف ماجنيسيوم ريتينشن افتر اكيوت ماجنيسيوم لودنج. بس طبعا زي ما اتفقنا ان الحكايه دي مش هتنفع لو العيان منتنت على دايوريتكس لانه بيشتغل على الميكانيزم ده، او لو العيان كرونيك كيدني ديز لانه هو عنده اصلا مشكله في الماجنيسيوم اكسكريشن. حاجه ثانيه الاكسكريشن اناليسز ان انا اعمل 24 اور يونري اكسكريشن او ان انا اعمل فراكشن اكسكريشن ماجنيسيوم بالمعادله اللي حضراتكم شايفينها دي، ولكن الحقيقه ان المعادله ديت في الكلينيكال براكتس ما هياش بتستخدم. احنا بنرلاي على الكلينيكال ايفالويشن مع الريسك ستراتيفيكيشن اوف ذا بيشنت مع السيرم ماجنيسيوم ميجرمنت. طيب انا رقم واحد سسبكت العيان، رقم اثنين عملت له الافيلابل التست المتاح ليا، هل انا محتاج اتست حاجات تانية لما الاقي هايبومغنيزيميا؟ فيري 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 امبورتنت. ليه؟ لانه ديت مهمه في العلاج. فانا متوقع انه لازم اعرف البوتاسيوم والفوسفيت والكالسيوم والاي سي جي، دول روتين لانه زي ما اتفقنا الريسك ستراتيفيكيشن مرتبط بدول. انا متوقع وعارف انه غالبا المغنيسيوم ديس اوردرز بتيجي accompanied by other electrolyte disorders. فبيكوز extracellular magnesium is protein bound, the patient protein status is an important consideration interpreting magnesium level. الhypomagnesemia contributes to hypokalemia. Hypomagnesemia has been found in patients with hypomagnesemia. Hypocalcemia, here is a hypophosphatemia. Hypocalcemia is caused by magnesium depletion and but the reason is not known. So ما ينفعش ان انا هعمل العيان مغنيسيوم بس كده اقول ده لقيته هايبومغنيسيميك ابدا اعالجه، لا، الموضوع لازم اتشيك الاربع حاجات دول. طيب نيجي في الاخر للتريتمنت كونسيدريشن. اول كونسيدريشن واهم كونسيدريشن قلته اللي انا قلته قبل كده ان الابربت انكريز ان سيرب مغنيسيوم اللي بيحصل مع الاي في ادمنستريشن انهبيت المغنيسيوم ريابسوربشن ان لوب اوف هنل اند ليد تو ترانزيانت مغنيسيوم ويستنج ليميتنج ذا يوتيليتي اوف اي في روت. وانه because of magnesium is subject to slow equilibration between serum and the intracellular space and tissue, the serum magnesium level may appear artificially high if measured too soon after the magnesium dose is administered. يعني مش زي ما بنعمل مع بوتاسيوم، احنا بوتاسيوم بنحط العيان على very strict monitoring كل 6 ساعات، لا، الوضع لازم نريسبكت الهوموستاسيس بتاع المغنيسيوم هنا، وان اللارج magnesium depletion requires sustained correction of hypomagnesemia. In the presence of symptoms, arrhythmia and or hypokalemia, IV magnesium can be given. هنريزيرف القصة ديت، وعندنا هنا ايه الدوزس اللي هنديها according to the measured magnesium level
هل هو للزن 1 مللي جرام بير دي سيليتر ولا من 1 تو 1.5 ولا من 1.6 تو 1.9، والكلام ده احنا قلنا لللايف ثريتنينج كونديشنز. المهم واهم حاجه ارجو حضراتكم انه لما حد يعمل بريسكريبشن مفيش حاجه اسمها امبول مغنيسيوم على مدار ساعه الا لو في لايف ثريتنينج فنتريكولار اريزميا، انما ان انا بكوركت هايبومغنيسيميا لازم اكوركت ثرو 12 to 24 hours. انا مش عايز اعمل صادن اكسبانشن للسيرم مغنيسيوم عشان هيعمل لي فولس هاي وهيزود لي الرينال اكسكريشن اوف مغنيسيوم. طب ايه الجول، جول سيرم مغنيسيوم ايه؟ الحقيقه ان هي احنا متعودين ان امريكا هي اللي بتعمل الاستاتستكس، بس الكومن براكتس في اليو اس تو ريبليت سيرم مغنيسيوم تو هاي نورمال اللي هو اكتر من 2 من 2 ل 2.4 من 10 في بعض الحاجات، ل 2.5 في بعض الحاجات، ل 2.2 من 10، فاحنا اراوند ال 2. This is not based on strong evidence on our guidelines and probably not necessary for most patients. Possible exceptions زي ما اتفقنا اللي هم الناس الايه، هنرجع نقولها 100 مره تاني، الهاي ريسك. فلازم اعرف مين الهاي ريسك بوبوليشن ان انا عايز اصرح لهم البوتاسيوم بسرعه. One of the most common causes of fiber magnesemia is iatrogenic excessive repletion. So only 25 to 50% of normal dose magnesium dose should be given in patient when plasma creatinine level are greater than 2 milligram per deciliter. فانا لو الجرعات اللي انا قلت لحضراتكم عليها في هذه السلايد should be halved in the patients with chronic kidney disease. Be careful with both the total dose and the speed of repletion of these patients. هل عندنا انتيدوت لو في حصل مننا هايبر ماجنيزيميا؟ الكالسيوم، زي ما اتفقنا ان الكالسيوم دايما هو كومبيتيتيف للمغنيسيوم على كل الريسبتورز، فهو دي الكالسيوم كلورايد او كالسيوم جلوكونيت و هاو تو بي انفيوزد والدوز بتاعتهم يو كان جيت ات. ا فيري فيري نايس فيري نايس تايم سوري very time rule for the levels and the relation of the levels. Again, the magnesium, the preferred magnesium, this is the level by millimole, not by milligram as we used to know. So this 0.7 to 1.1 is from 1.7 to 2.4 in milligram per deciliter. So this is the comfort zone. Below this, the mortality, cardiovascular mortality, incident CKD, atrial fibrillation, heart failure, fracture, infection, dementia is increased risk. And also above this level, so this is the U-shaped manner. And this is the categorization or possible categorization of clinical presentation according to the level. And this is the hypermagnesemic side, and this is the hypomagnesemic side, a very nice diagram. Those يعني عشان كده انا قلت لازم ان احنا بنتشيك البوتاسيوم والكالسيوم والاي سي جي مع المغنيسيوم، عشان احنا عندنا سبيشال كونسيدريشنز مع البيشنتس ويز كونكوميتنت هايبوكاليميا اور هايبوكالسيميا شود اولسو ريسيف بوتاسيوم اند كالسيوم ريبليسمنت بيكوز ذيس ديس اوردرز مي تيك سيفرال دايز تو كوركت وين تريتد ويز مغنيسيوم الون. وديت من الحاجات على فكره اللي بنلاقيها بقى بالعكس، يعني ساعات نيجي نعالج عيان وهايبوكاليميا ونكون مش عاملين تيستنج للمغنيسيوم واحنا قاعدين بندي دوزز جامده جدا وقاعدين بنقول بنخبط اخباس في اسداس وليه العيان البوتاسيوم بتاعه ما بيرفعش. In the presence of hypocalcemia, tetany can occur during the administration of magnesium sulfate if calcium is not supplemented. And ionized calcium levels can drop acutely from complexing of calcium and sulfate ions and increase urinary excretion. Again and again. هيفضل الحاجه المهمه جدا جدا جدا، خلي بالكم ان المغنيسيوم اللي هتدوه هيقعد اكسترا سيلور، هيروح انترا سيلور ببطء شديد. فهيعمل لنا كل السيستميك مانيفستيشنز بتاعت ان هو يمسك في الكالسيوم او ان هو يزود الرينال اكسكريشن اوف مغنيسيوم. الدايوريتيك انديوسد هايبومغنيزيميا، بيشنت ويز دايوريتيك انديوسد هايبومغنيزيميا هو كان نوت ديسكونتينيو دايوريتيك ثيرابي مي بينيفيت فروم اديشن اوف بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك زي الاميلورايد او سيازايد دايوريتيك بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك كومباينيشن. ذيس دراجز مي ديكريز magnesium excretion by increasing its absorption reabsorption in the collecting tubules, and these drugs also may be useful in Bartter and Gentile syndrome or in cisplatin nephrotoxicity. نيجي للسؤال المهم، ايه الكومبوزيشنز اللي موجوده عندنا او المتوفره ديت الكومبوزيشنز عامه؟ في حاجه مهمه جدا مهمه واحنا بندي اي الكترولايت او بندي اي سولت، ان احنا
بنشوف هاو ماتش من الميلي جرامز اللي موجوده في الحبايه اللي انا بديها او في الانبوز اللي انا بديها از ان اليمنتال، يعني الاي بايو افيلابيليتي بتاعه البرودكت ايه. وهنا كمان مع المغنيسيوم في عامل تاني اللي هو التولرابيليتي. فالحقيقه الجدول ده انفورماتيف جدا، ان هو بيقول لي لو جينا نشوف كده ونقارن، احنا عندنا مغنيسيوم اوكسايد، كربونات، هيدروكسيد، سيتريت، لاكتيت، كلورايد، اسبارتيت، سلفيت، اند جلوكونات. لو نيجي نشوف الاليمنتال مغنيسيوم، لو حضراتكم تشوفوا كده ايه اعلى اليمنتال مغنيسيوم موجود، هتلاقيه موجود في المغنيسيوم ايه، اوكسايد برودكت. ده معناه ايه؟ يعني معناه اقل من التركيز من الاوكسايد ده هيدي لي اليمنتال مغنيسيوم عالي جدا. الحاجه الثانيه مش بس بقى كمان الاليمنتال مغنيسيوم، لا، البايو افيلابيليتي ده عامل ثاني مهم، يعني الفراكشنال ابزوربشن بتاع الادمنسترد دوز حتى لو الاليمنتال كالسيوم فيه عالي. فهتلاقي ان الايه، ان هنا لا مش كتيره، هتلاقي ان اكتر بايو افيلابيليتي للستريت واللاكتيت. فلو جمعنا الاثنين مع بعض هتلاقي ان المغنيسيوم لاكتيت من افضل الحاجات في لو عملت لهم كومباينيشن، وكمان هو من الحاجات القليله اللي بتعمل التولرابيليتي بتاعتها كويسه، على عكس الاوكسايد اللي هو رغم ان هو اليمنتال عالي بس بيعمل ضياريه كتير. ده الجنرال. طب ايه اللي متوفر عندنا؟ ده جدول تاني من اب تو ديت، بيقول لحضرتك كل الاليمنتال دوز والاليمنتال مغنيسيوم وتحويلته للملي جرام، مش ملي مول بس وملي ايكويفالنت بس. فده جدول تاني ممكن تستعين بيه. انما ايه اللي موجود عندنا او الافيلابل في الايجيبشن ماركت؟ الحقيقه ان الاورال عندنا المتاح قليل. احنا طبعا المشهور عندنا المغنيسيوم ستريت ساشيتس، وديت فيها 610 ملي جرام ستريت. لو جيت تشوفوا الاليمنتال بتاع الستريت هنا هتلاقي ان اونلي 16% بس من الايه، من البتاع ده هو اللي اليمنت. البايو افيلابيليتي بتاعته 12%، ما هياش وحشه بس هو اصلا الاليمنتال ايه قليل. ف اوفرول هو مش وحش، ولكن التولرابيليتي بتاعته في ضياريه ايه كتير. بقيه الانواع عندنا حاجه اسمها ماجنيسيوم بلس، ديت من الحاجات الكويسه لان فيه جلوكونات واوكسايد، واحنا اتفقنا ان الاوكسايد ده اللي فيه اليمنتال ايرن عالي. طبعا المشهور اللي هو الكالماج اوكسايد، يعني كالسيوم 500 و250 مغنيسيوم ايه اوكسايد. عندنا المغنيسيوم اسبارتيت، بس ده يعني تشيوبل تابلتس واعتقد انها مش موجوده. الحقيقه انا جايب الحاجات ديت من الابلكيشنز، بس انا لما سالت في الصيدليات او اللي احنا عارفينه، طبعا احنا عارفين ان احنا اشهر حاجه موجوده عندنا الكالماج والستريت والستروسيد مغنيسيوم والمغنيسيوم بلس، هم دول اللي موجودين. انما الاسبارتيت ده انا ما اعتقدش ان هو متوفر، بس هو موجود على الدراج اي والابلكيشنز بتاعه الايجيبشن ماركت. عامل تاني الدايلايزيت مغنيسيوم. الدايلايزيت مغنيسيوم اما نتكلم ان شاء الله في السيكتور الجاي على المغنيسيوم ان سي كي دي اند دايلايسيس، هنقول انه المغنيسيوم له بينيفيشال افكتس على السي كي دي ام بي دي وعلى الفاسكولار كالسيفيكيشن، وفي استادز كتير معموله على النقطه دي، وحتى يعني في بعضها بيحبذ ان احنا ندي مغنيسيوم سبلمنتيشن للعيانين عشان نحسن موضوع الفاسكولار كالسيفيكيشن. الاستادي دي كانت شورت تيرم استادي راندومايز كنترول تايل، معموله في سنجل سنتر في الدنمارك، وكانوا اخضعوا الناس لبعض الناس على هاي دايلايزيت مغنيسيوم وناس تانية على لو دايلايزيت مغنيسيوم، اللي هو اليوجوال اللي احنا بنستخدمه اللي هو نص ملي مول او 1 ملي ايكويفالنت، وقصاد الهاي دايلايزيت مغنيسيوم اللي هو ال1 ملي مول او الاثنين ملي ايكويفالنت. والحقيقه ان هم كانوا بيقيسوا ماركر للكلاسكور كلاسيفيكيشن ولقوا ان هو اتحسن، بس على الناحيه الاخرى ما كانش فيه ديفرنس لا في الفوسفات ولا في الايونايزد كالسيوم ولا في البايكربونات ولا الالبومين ولا البي تي اتش. وحتى الدراسه دي كانت ريكومندنج ان هو احنا الحكايه دي كانت لمده 4 اسابيع بس، هل التحسن في الفاسكولار كالسيفيكيشن ده هينعكس على لونج تيرم افكتس على الكارديو فاسكولار مورتاليتي وموربيليتي؟ لا، نصحوا بان احنا محتاجين يعني راندومايزد كنترول ترايلز اطول عشان نحدد الموضوع ده. والسؤال بتاع المغنيسيوم كونسنتريشن ان دايلايزيت از هاير بيتر، ما عندناش اجابه اكوريت 100%، ولكن احنا بنقول ان السمبل انترفينشن اللي هو انا انكريز الدايلايزيت مغنيسيوم تو 1 ملي مول كان افكت السيروم بروبنستي تو انهبيت الكالسيفيكيشن، وذر ذس ويل التيميتلي ريديوس هارد كلينيكال اند بوينتس اند
whether it's safe or a long run مش عارفينها لسه. And for now the majority of patients on hemodialysis commonly use dialysate magnesium. في وحداتنا هتلاقي الموجود اللي هو النص ملي مول اللي هو الواحد ملي equivalent، وممكن up to ان احنا يعني نبقى في نص المسافة ال 75 ملي مول still appear acceptable، ولكن الحكاية محتاجة further data. ده بنهاية السلايد دي يبقى احنا انهينا الجزء الثاني اللي هو الهايبوماغنيسيميا بيرسي، وازاي احنا ايه التشالنجز بتاعتها بتاعت الدايجنوزس والتريتمنت وايه الحاجات اللي نخلي بالنا منها. نيجي لاخر سيكتور وهو فلاشز بسيطه وان شاء الله يبقى لايت، يعني قربنا ننتهي. يعني المغنيسيوم في السي كي دي، انا حبيت اجيب لحضراتكم الشابتر ده بصراحه فيري انفورماتيف شابتر، موجود في ساينس دايركت، هو ده تكست بوك منشور السنه دي، وده الشابتر اللي يخص الكالسيوم والفوسفيت اند ماجنيزيوم ميتابوليزم ان كورونيك كيدني ديزيز. الحقيقه فيري انفورماتيف من اول الفسيولوجي لغايه السي كي دي ام بي دي، علاقته بالبروجريشن اوف سي كي دي، علاقته بالفاسكولار كلاسيفيكيشن، فالحقيقه فيري انفورماتيف شابتر بصراحه. خدت لكم منه الاتي، انا متوقع ايه الماجنيزيوم تشينجز في السي كي دي، ايه اللي انا متوقع السيرم ماجنيسيوم بدون مانيبيوليشن، من قبل ما ادي العيانين فيتامين دي ومن قبل ما ادي العيانين كالسيوم ومن قبل ما ادي العيانين الكلام ده، لو انا سايبها فيسيولوجيكال انا متوقع ان انا الاقي ماجنيسيوم ديستربنسز فروم ايرلي اوف سي كي دي؟ لا، الرسمه دي رائعه. لو تلاحظوا ان احنا دلوقتي طبعا فاهمين قوي انه ان من فيري ايرلي ستيج اوف سي كي دي انا بلاقي الكلوسو وياتي بعده الاف جي اف وياتي بعده البي تي اتش والفيتامين دي، انما شايفين حضراتكم الكيرف بتاع المغنيسيوم والفوسفيت ماشي ازاي، ان احنا ما بنبداش نشوف مغنيسيوم وفوسفيت تشينجز الا عند ستيج 4 و5. ف ان دايليسيس بيشنتس بقى اليوز اوف فوسفيت بايندر السيفيلامير هيدروكلورايد هاز بين اسوشيتد ويز هايبر ماجنيزيميا ان سي كي دي، ات مي بي كوزد باي سيفيلامير بايندينج تو بايل سولت ليفينج مور فري ماجنيسيوم افيلابل فور ابزوربشن. فديت الايه، دي اول هنت. السكشن ده كله هنتس بس، يعني براكتيكال هنتس، مش هنديب انتو اي معلومه. هل معنى كده ان انا كل عينين السي كي دي هلاقيهم هايبر ماجنيزميك؟ لا، انا عندي ريسك فاكتورز كتير للهايبر ماجنيزيميا السي كي دي، وحقيقه كلها مهمه جدا. اتفقنا على البروتون بامب انهبيتورز، طبعا احنا ما نتوصاش لان العينين بيبقى عندهم يوريميك جاسترايتس، ما نتوصاش في البروتون بامب انهبيتورز. الهايبر ماجنيزيميا از اولسو اسوشيتد ويز يوز اوف دايوريتكس زي ما اتفقنا، الانتي مايكروبيالز، اللو دايتري ماجنيزيوم انتيك والكوموربيديتيز زي الدايابيتس وعلاقته بالهايبر ماجنيزيميا يعني تو واي دايركشن. ده الايشو الاولاني. الايشو الثاني الكارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي. اليوريميك كارديوميوباسي معروفه، احنا عارفين ان الكارديوفاسكولار ريسك في عيانين السي كي دي از فيري هاي، يعني وان معظم عياننا بيحصل لهم كارديوفاسكولار كومبليكيشنز بيفور حتى ريتشنج الاند ستيج ديزيز. وان اوف ذا بلايرز از ذا هايبوماجنيزيميا از ا نوفل ريسك فاكتور، نوفل ريسك فاكتور فور كاردياك هايبرتروفي اند فايبروز. ريسنت ستاديز سبورت ذات لو ماجنيزيوم is a predictor of all cause deaths, in particular cardiovascular deaths in patients with different strata of CKD, when the finding ديت ممكن ان هي تريكومند ان احنا ندي magnesium supplementation. ده الكونسرن الثاني. الكونسرن الثالث الافكت بتاع المغنيسيوم على ال PTH secretion. لو جينا حضراتكم للكالسيوم سينسنج ريسبتور اللي هو الريجوليتر الاساسي لل PTH secretion على الباراثايرويد جلاند، اللي احنا كلنا عارفين ان هو بيشتغل عليه الكالسيوم وبنعمل له كالسيوميتكس عشان تشتغل عليه، المغنيسيوم اولسو بيشتغل على بايند وانفلونس الاكتيفيتي بتاع الكالسيوم سينسنج ريسبتورز وذ ا ماتش لوور افينيتي ذان كالسيوم اند ذير فور مي انفلونس الباراثايرويد بي تي اتش ريليز اند الهايبوماجنيزيميا از اسوشيتد وذ بارادوكسيكال بلوك اوف بي تي اتش سكريشن اند هايبر باراثايرويديزم possibly secondary to impaired signaling downstream from the calcium sensing receptor secondary to intracellular magnesium deficiency. يبقى يمكن الاولانيه مفهومه ان انا عندي الهايبر ماجنيزيميا زيها زي الهايبر كالسيميا، ممكن تقلل بي تي اتش، انما الثانيه دي اللي فيها بارادوكس ليه؟ الكالسيوم سينسنج ريسبتور عشان يعمل الاكشن بتاعه محتاج انزيماتيك رياكشن، محتاج المغنيسيوم، فانا ممكن يبقى الكالسيوم سينسنج ريسبتور عايز يطلع بي تي اتش وما يعرفش يطلع عشان ما فيش مغنيسيوم. ففي الحالتين الحالتين بتوع المغنيسيوم ديس اوردر سواء بالهايبر او هايبو ممكن يقللوا البي تي اتش سكريشن. الكونسرن الرابع المغنيسيوم في الاولد بلاير ريفيزيتد ان ذا كونتكست اوف سي كي دي ام بي دي،
وده اتفقنا عليه فيما يخص الايه الفاسكولار كالسيفيكيشن. بس احنا عندنا شويه حقائق مهمه لازم نعرفها، ان في انفيرس اسوسيشن بتوين ماجنيسيوم انتيك اند انسولين ريزيستنس هايبر جلسيميا ديسليبيديميا هايبر تنشن اند ماركر اوف انفلاميشن اند مي ذس مي جاستيفاي ذا بروتكتيف افكت اوف دايتري ماجنيسيوم اون ذا كارديوفاسكولار ديزيز. كلينيكال ايفيدنس سجستس ذات ذير از ا بروتكتيف رول اوف ماجنيسيوم اجينست كارديوفاسكولار ديزيز. Magnesium deficiency has been shown to worsen clinical outcomes in patients with congestive heart failure. Several studies has shown that magnesium inhibit vascular calcification. High magnesium intake was associated with reduction of major cardiovascular risk factor. Moreover, in other studies, higher levels of serum magnesium were associated with lower risk of cardiovascular disease, mainly ischemic and coronary artery disease. طبعا احنا الحكايه مش كلها سبلمنت دراج، في عندنا دايتري سبلمنت، واحنا قلنا في اول سلايد انه موجود في بعض السيريلز والفروتس وبعض ديت الاعلى سورس من المغنيسيوم، وان البروتين دايت هو مودريت دوز، والكلام ده كله احنا قايلينه. يس السبناشيس البلانت از دي مور ريتش، وزي ممكن نرجع لها في السلايدز الاولانيه خالص بتاعه الابزوربشن of the magnesium. دي بتأكد قصة مهمة تانية بقى، انه الموضوع له بعد اخر غير موضوع الفاسكولار كالسيفيكيشن. البروفن انه عندي beneficial effect على الفاسكولار كالسيفيكيشن، ولكن عندي questionable effect على الاوستيوماليشيا. ليه؟ لانه لان المغنيسيوم بطريقة ما او باخرى بيقلل المينراليزيشن بتاع البون، فانا وما بيأثرش على البون سيل اكتيفيتي. فحضراتكم عارفين ان البون ده زي مبنى، المبنى ده فيه اوستيوبلاست بتعمل اوستيويد، والاوستيويد ده بيحتاج ان هو محتاج خرسانه عشان يبقى هارد بون، والخرسانه دي هتعمل مينراليزيشن. فالمغنيسيوم ما بيأثرش على البون سيلز، وبالتالي بيبقى فيه اوستيويد فورميشن، والاوستيويد فورميشن ده ما بيحصلوش مينراليزيشن كويس، فبالتالي بيبقى فيه اوستيوماليشيا. فده كونسيرن يستحق لسه الدراسه، وما زالت القصه في الايه في الدراسات في الموضوع ده ليميتد جدا. الهايبوماجنيسيميا والشورت تيرم مورتاليتي في الالدر دي بيشنت وزيموداياليسيز هنلاقي ان له بينيفيشال افكت. على الاركتايل ديسفانكشن برضه له بينيفيشال افكت، وبيحسن العينين خصوصا العينين الدايابيتك والعينين اولد ايج. مش عايز اطول لحضراتكم، يعني انا كاتب لحضراتكم الاستدي والكونكلوجن، انا بقول بس الموست فروتفول. البريفلنس اند اوت كام اوف بروتون بامب انهيبيتور اسوشيتد هايبوماجنيسيميا اند كورونري كيدني ديزيز اتكلمنا عليها بشكل واضح، ولازم نخلي بالنا قوي ان البروتون بامب انهيبيتورز تبقى ريزيرفد للناس اللي هايلي انديكيتد. يمكن دي اخر حاجه هقولها ومهمه جدا جدا جدا، البروتينوريا اسوشيتد لرينال ماجنيسيوم ويستنج. البروتين زي ما حضراتكم عارفين ان البروتينوريا مش بس ماركر للكيدني ديزيز، هي ريسك فاكتور، لان البروتينوريا ليها هازاردس افكت على التيوبولار سيلز، فالتيوبولار سيلز ديت هي اللي بتمتص المغنيسيوم. فالهايبوماجنيسيميا واز ذا موست كومن الكترولايت ابنورماليتي، مع لما تابعوا 5000 عيان عندهم بروتينوريا سي كي دي بروتينوريا لمده سنه، لقوا انه اكتر الكترولايت ابنورماليتي معاهم هي المغنيسيوم بنسبه 15%، وان البروتينوريا ليد تو رينال ماجنيسيوم ويستنج ثرو تيوبولار انجرز ويتش اكسبلين ذا هاي بريفالنس اوف هايبوماجنيسيميا ان دوز. سو وي كان بوت البروتينوريك بيشنتس وان اوف ذا ريسك groups of developing hypomagnesemia. الحكايه دي مهمه جدا في الكلينيكال امبليكيشن بتاعنا. احب اختم كلامي بانه احنا دايما الميديسن بيفتح لنا الباب يخليه واضح كده وحلو، والصوره واضحه لملايين الحاجات الهيزي، الحاجات اللي محتاجه لسه فيرزر ريسيرش في ديفرنت انسايدز برسبكتيفز. الحكايه لا يمكن تبقى ابيض واسود، الحكايه دايما فيها جراي زون، ودايما محتاجه فيرزر ريسيرش. انا سعيد جدا بمشاركتي في هذا الكورس، واؤكد شكري اخيرا لاستاذي الدكتور حسين شعيشه على ان هو يديني هذا الشرف الكبير. شكرا جزيلا، وتشرفت بحضراتكم كتير. طبعا باسمكم جميعا بشكر الدكتور عماد مجدي، المحاضره انا عجبتني جدا جدا لانها كلها ابلايد وكلها مسجز كلير. ويمكن انا قبل ما اقول الكومنتس اللي عاوز اقولها عاوز اسالك سؤال، هل معنى كده ان احنا نزود المونيتور اوف ماجنيسيوم بما ان هو فورجوتن واحنا كلنا صوديوم وبوتاسيوم صوديوم وبوتاسيوم، هل هناك من بعض الادفايسز او ريكومنديشن او اكسبيرت اوبينيون امتى اعمل مونيتور للمغنيسيوم والفريكوينسي؟
طبعا دكتور حسين، شيء مهم جدا ان احنا نعمل موضوع الفريكوينت مونيتورنج للعيانين اللي احنا صنفناهم از هاي ريسك. طبعا عيانين بتوعنا اللي منتنت على دايوريتك لازم يبقوا دايما على طول. العيانين بتوعنا الكاردياك اللي عندهم اريزمياس، وخصوصا العيانين مثلا اللي احنا حاطينهم اللي هم اي اف مثلا محطوطين على دوكسين او محتاجين على حاجه محطوطه على حاجه ريت كنترول، مهم جدا. الى اي عيان هنكتشفه ان هو معاه هايبوكاليميا او هايبوكالسيميا، اذا مانداتوري ان انا اشوف الكالسيوم المغنيسيوم، العينين البروتينوريك، العينين السي كي دي، العينين ان انا عارف ان هم هاي ريسك لازم اعملها فيري فريكوينت مانر. بشكر دكتور عماد تاني، لان احنا فعلا ده اكسبيرينس احنا خدناه هنا في الترانسبلانتيشن في التاكرولوماس تريتد بيشنتس وحتى ايام السايكلوسبورين تريتد بيشنتس. ويمكن من الاولد ليتريتشر السايكلوسبورين عمل كونفولجن كان ثرو هايبو اسوسييتد هايبو ماجنيزيميا، لانه زي ما انت وضحت كليرلي ان هما الاثنين بيزودوا المغنيسيوم ويستنج باي رينال تيبيولز، فشيء مهم ان احنا وانت ذكرت الدايبيتوجينيك افكت اوف هايبو ماجنيزيميا، وذكرت انه ممكن يعني تكون الهايبو ماجنيزيميا كونتريبيوتنج للهايبر باراثيرويديزم، والكلام ده كمان. يمكن انا عاوز اعلق على بعض النقاط البسيطه. المغنيسيوم دايلازيت انت ذكرت باستفاضه وانا كنت مستمتع بهذه الفقره، انا من انصار ان الدايلازيت مغنيسيوم يزيد من نص ملي مول بر لتر ل 75% ملي مول، لانه المايلد بيرميسيبل هايبر ماجنيزيميا انا بتهيأ لي ان تبقى مفيده بس تبقى مايلد في عيانين الدالس. هيجي هنا سؤال، طب عيان الدالس لما يحصل له هايبر ماجنيزيميا ايه الريبورتد فاتاليتيز؟ الهايبر ماجنيزيميا ممكن تيجي مش بس اصل واحد ممكن يقول لك ما هو في رينال فيلير وفي انتستين برضو يعني، وعشان كده احنا بنحذر من بروتون بامب انهبيتورز. البروتون بامب انهبيتورز اذا كانت في الجنرال بوبوليشن وبعض البيشنتس سي كي دي، طب في الدياليسيس هتشتغل على الانتستين، فبتزود الهايبو ماجنيزيميا وبتزود المورتاليتي في الدياليس بيشنتس، فنخلي بالنا برضو من الدراج دراج انتراكشنز. يمكن انت ذكرت الدايابيتس، العلاقه مش سهله. انا اقول لك على حاجه يمكن انت بتسمعها يعني انا قلتها قبل كده بس بكررها، الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتورز اللي هو طبعا واخد راو جامد واخد يعني عامل بعد الاستاذ كريدنس ترايل بقى فيه عليه كلام جامد جدا، يا ترى يزود الهايبر ماجنيزيميا منه ناتريوريتك؟ الاجابه لا، لانه هو بيزود الجلوكاجون وتزويد الجلوكاجون بيزود ري ابسوربشن اوف جلوكاجون من ماجنيزيوم من الديستال كونفرتد تيبيول، فده حته ثبت في استاذ يعني. فاحنا الوقت قلنا على الترانسبلانتيشن والتاكرولوماس، نيجي للمغنيزم سلفيت. احنا لنا اكسبيرينس في اعطاء المغنيزم سلفيت انفيوجن، دايما لما بنيجي نكتبه بنكتبه انفيوجن على مدار 12-24 ساعه، وخاصه في السيفير هايبو ماجنيزيم، وبنمونيتور المغنيزيوم وبنشوف هنمشي ازاي. لكن هنا يمكن انت نوهت للهايبوكالسيميا وعلاقتها بالمشكله، انا هنا عاوز الفت نظر الساده الاطباء اللي معايا انه العيان اللي بياخد نيفيدبين كالسيوم شان بلوكر ابقى حذر من المغنيزيوم سلفيت، هيبقى فيه مشكله ممكن يحصل ريسبيتوري ديبريشن وكلام، فنخلي بالنا من الحاجات اللي هي البيزك الانفورميشن البسيطه. بالتالي ديت النقطه الاخيره في الدياليسيس، انا ممكن يبقى المغنيزيوم ليفل نورمال او ليتل بيت هاي نورمال او يعني مايلد هايبر ماجنيزيمي، بس خلي بالك احنا في الدياليسيس بيحصل ايه؟ بيحصل اثناء الدياليسيس بيحصل ترانزنت الكالوز، وخاصه الناس اللي بتستخدم بايكربونات في الدايلازيد باث عالي جدا الالكلينيزيشن الكالوز اللي بيحصل، ولو ترانزنت ده ممكن يعمل ترانزنت هايبو ماجنيزيميا عن طريق ريديستريبيوشنال هايبو ماجنيزيميا زي ما بيعمل ريديستريبيوشنال هايبو كاليميا، وده ممكن يبقى اسباب من اسباب مورتاليتي، فنخلي بالنا من الايه. عشان كده انا لا انصح ان انا استخدم بايكربونات بروفايلنج، لان في ناس يقول لك العيان عنده تندنس الاسيدوزس ارفع البايكربونات لاعلى من 35، انا ما بحبش الارقام العاليه جدا من البايكارب في الدياليزيت، لا انا همشي على 32 في الدياليزيت بحيث ان عاوز يخلص افرض هو فضل اسيدوتك بعد الكلام ادي له سبلمنتيشن بايكارب واشوف وراجع الدايت بتاعه، لكن ما ارفعش البايكربونات في الدياليزيت قوي لانه ممكن يعمل ديستريبيوشنال الكترولايت ديس اوردرز اللي ممكن تزود مورتاليتي. في نهايه هذه المحاضره الثريه بالابلايد اسبيكتس بتاعتها، بشكرك جدا دكتور عماد، محاضره ممتعه وانصحكم تسمعوها مره واثنين وثلاثه، لان هيبقى في كيسز ودكتور عماد هيبعت لنا اسئله ام اس كيو هنحطها ان شاء الله في الاوبن
بوك اكزام اللي هيبقى على الدكتور السوردر. في النهايه بشكر دكتور عماد، محاضره ممتازه، ونشوفك ان شاء الله في محاضرات قادمه. شكرا جزيلا، واتمنى لكل الساده اللي سمعونا واللي هيشوفوا الفيديو كل الصحه والتوفيق والسعاده والسداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.